مساء الخيرات. قصتنا لليوم قصة عجيبة، فعلا عجيبة. ما بعرف كيف بعض الناس ممكن يخطر عبالهم تفكير زي هيك. المفروض انه الامور بتنحل بطريقة اسهل بمليون مرة من الطريقة اللي استخدمها الشخص الجاني في قصة اليوم. في مفاجآت ما ممكن تتوقعوها، رح نسمعها كالعادة بعد الفاصل القصير ان شاء الله. نسمع تفاصيل قصتنا. قصتنا صارت بتاريخ 21 مايو من العام 2010، وبتبدأ بمكالمة هاتفية من أحد الأشخاص على 911 على مركز شرطة كوستا ميسا في منطقة كاليفورنيا. بيحكي هالشخص إنه هو وصل على شقة ابنه وتفاجأ بوجود جثة داخل الشقة. لما تسأله موظفة 911 مين هي، بيحكي لها إنه هي جثة لفتاة وأنا ما بعرفها نهائيا. لما تسأله عن ابنه واللي هو صاحب الشقة، بيحكي لها انه غير موجود في المكان. على طول بتتحرك دورية من رجال الشرطة وبيكونوا مستعدين اشد الاستعداد، لانه هاي الشقة تخص احد الاشخاص اللي كان في الجيش الامريكي، خدم في منطقة افغانستان، وبتوقعوا انه هو شخص مسلح وخطير جدا. لما يوصل رجال الشرطة فعلا بحصلوا فتاة شابة موجودة داخل غرفة النوم، واضح انه تم اطلاق الرصاص عليها في منطقة الرأس. جزء من جسمها بيكون على الارض والجزء الثاني بيكون على السرير. ايضا بينتبهوا على شيء مهم، واللي هو انه مكتوب على التيشيرت اللابسيته، طبعا يبدو انه حد كتبه، يعني كلمات سيئة اللي بيستخدموها الامريكان عادة بتبدأ بحرف الاف، دليل على انه الجريمة ممكن تكون جريمة عاطفية، وأنه الشخص اللي نفذها يعني كان يهدف إلى قتلها، بسموه عنف منزلي. بينتبهوا أنه حقيبتها الخاصة ما زالت موجودة في الشقة. لما يفتشوا بيعرفوا هويتها، هي فتاة جميلة عمرها 23 عام، اسمها جولي كيبويتشي، تعمل راقصة باليه أو عندها هواية رقص الباليه، ويبدو أنها صديقته للشخص صاحب الشقة. وبتبدأ عملية بحث عن هالشخص اللي زي ما حكيت هو رجل سابق في الجيش الأمريكي ويعتبر شخص خطير. المستأجر واللي كان اسمه سام هير هو المشتبه فيه الأول والرئيسي في جريمة القتل، خصوصا أنه غير موجود في المنزل، شخص عائد من الحرب، ممكن يكون بيعاني من الأمراض النفسية وأصلا اتعود على القتل، فعادي جدا أنه يكون هو اللي قتل صديقته. بينتبهوا على عدد من المسجات بينها وبينه من خلال جهاز الهاتف الخاص فيها. طبعا واضح بهاي المسجات أنه هو بيتوسل إلها أنها تيجي عنده بهاي الليلة، لأنه هو في حالة غير يعني صحيحة ومحتاج لأي شخص يكون معه. واضح من خلال المسجات الأخيرة أنه هو بيحاول يستدرجها للمكان، بيحكي لها أنه أنا في حالة نفسية سيئة، حاولي تيجي عندي الليلة منتصف الليل، تكوني لوحدك، ما تخبري حد أنك جاي لعندي. كأنه بيخطط خطة معينة. في النهاية هو بيحاول يستدرجها للشقة. خلاص بالنسبة لرجال الشرطة القضية محلولة، والآن عملية بحث عن الشخص القاتل. بيبدأ التحقيق مع والده واللي اكتشف الجثة داخل المنزل، اللي بيكون في حالة من الصدمة والذهول، وبيحكي بطريقة انه مستحيل ابني سام ينفذ جريمة بشعة زي اللي صارت. ويمكن اللي بعزز شكوك المحققين انه هو المسؤول عن جريمة القتل، غير انها موجودة بشقته، وغير هاي المسجات، انه لما يعملوا بحث عن ماضي هالشخص بيعرفوا انه قبل 8 سنوات ايضا هو تم اتهامه بجريمة قتل. خلاص هم متأكدين الان عملية البحث عن هالشخص الهارب اللي ممكن يكون خطير وخطير جدا. هو بتعرفوا في حالات زي هيك لما يكون أشخاص فارين بيبدوا يتبعوا نشاط البطاقات الخاصة فيهم، بطاقات البنك، وفعلا توصلهم معلومة من واحد من البنوك
اللي بيتعامل معها إنه تم استخدام بطاقته في مكان قريب. على طول بيروحوا رجال الشرطة حتى يلقوا نظرة على كاميرات المراقبة، ومتوقعين إنهم يشوفوا سام، لكن الغريب إنهم بيشوفوا شخص آخر بيستخدم البطاقة. وبعد عدة دقائق نفس الشخص بيرجع وبيطلب بيتزا باستخدام هاي البطاقة. هنا رجال الشرطة على طول بيتدخلوا، بيعرفوا العنوان وبيوقفوا رجل البيتزا أو الدليفري مان، وبتتدخل فرقة من رجال الشرطة مسلحة ومستعدة، لأنهم زي ما حكيت هلا متوقعين شخص المفروض إنه هو ممكن يكون مسلح وخطير، لأ بيعاني من شيء بسموه PTSD، واللي هو عبارة عن مرض نفسي بيصيب بعض الأشخاص اللي بيتعرضوا لصدمة عاطفية أو بيخافوا، زي هدول الأشخاص اللي بيكونوا في الحرب، فممكن يكون شخص خطير، لكن المفاجأة بتكون غير متوقعة. المفاجأة أنه لما يطرق الباب اللي بيفتح لهم شاب عمره 16 عام واسمه ويسلي فريلك، لما يشوفهم بيكون في حالة من الخوف وفي حالة من الذهول، وبيبدوا هم يفكروا شو سبب وجود هالشاب في هالمكان وليش معه بطاقة سام. لما يسألوه إذا بيعرف سام أو لا بيحكي أبدا هو ما بيعرف سام، طيب ليش معك هاي البطاقة الخاصة فيه؟ بيحكي لهم إنه في أحد الأشخاص واللي اسمه دانيال ويزنياك هو اللي أعطاني هاي البطاقة، كان عندي قبل فترة قصيرة وأخذ مبلغ $400 من هاي البطاقة. العملية الآن بدأت عملية بحث عن هالشخص واللي هو دانيال ويزنياك. وخليني أعطيكم بعض المعلومات عن دانيال. دانيال هو مواليد 23 مارس من العام 1984، كان يعمل ممثل في مسرح في المنطقة وكان مخطوب بهذيك الفترة، لكن كان معروف عنه شيء مهم جدا واللي هو إنه أبدا ما بيحب العمل بأي شكل من الأشكال. دانيال كان معروف عنه زي ما حكيت انه ما بيحب العمل نهائيا، مهتم فقط بالتمثيل، والتمثيل ما كان يعني مصدر دخل جيد له، ومع ذلك هو كان يعيش لايف ستايل يدل على انه هو عنده دخل ممتاز. في هذيك الفترة كان مخطوب لصديقته اللي تعمل معه برضه في نفس المجال واللي هو التمثيل، كان اسمها ريتشل بافيت، والمفروض انه حفلة زفافهم بعد 48 ساعة، لا وكمان هو في حفلة بتعرفوها حفلة وداع الأشخاص اللي بدهم يتزوجوا بيعملوا لهم زي حفلة وداع للعزوبية، هلا هو موجود في هاي الحفلة. رجال الشرطة أبدا ما بيتأخروا، بيعرفوا وين مكان هاي الحفلة، وعلى طول فريق كامل منهم بيتوجه للمطعم، طبعا بيكونوا هم موجودين في غرفة خاصة، بيدخلوا عليهم وبيحكي المحقق المسؤول إنه هالشخص واللي هو دانيال عمل معي آي كونتاكت، يعني نظر في عيوني، وعلى طول حسيت إنه اللون انسحب من وجهه تماما، صار وجهه شاحب، دليل على إنه هو ممكن يكون له علاقة بجريمة مقتل هالبنت وإنه يخفي الشيء الكثير. بياخدوه وبيبدأ التحقيق معه. الفكرة المبدئية اللي بتتشكل عند رجال الشرطة إنه ممكن يكون دانيال ويزنياك ساعد سام في جريمة القتل وحاول إنه يساعده أيضا في الاختفاء من رجال الشرطة، بينكر إنه يكون له أي علاقة بجريمة القتل لما يبدأ التحقيق معه، وبيبدأ يحكي التالي. دانيال بيحكي إنه هو ما له علاقة بجريمة القتل، لكن هو مذنب بشيء واحد واللي هو استخدام بطاقة البنك الخاصة بسام، وإنه أصلا استخدمها بناء على طلب من سام اللي طلب منه إنه يسحب جميع الفلوس اللي بحسابه. وبيسرد الأحداث كالتالي، إنه صباح يوم من الأيام إجى علي تقريبا الساعة 8 وحكى لي معلومة خطيرة، واللي هي إنه أنا بالفترة الأخيرة كنت أعاني من الاكتئاب، بديت أتعاطى المخدرات والكحول، وكان معي مسدس، وبتيجي عندي هاي صديقتي طلبت منها إن أقيم معها علاقة، هي رفضت، دخلت في حالة عصبية وأطلقت عليها الرصاص. يكمل وبيحكي بعد ما اعترف لي هالاعتراف الخطير أنا أخذته نزلته في مركز من مراكز التسوق وبعد هيك ما شفته نهائيا. رجال الشرطة بيكونوا متشككين تماما في روايته
وبيكون عندهم تفكير انه هو بيغطي على جريمة القتل اللي نفذها صديقه وبيخفي صديقه في مكان معين. هلا بيطلب منه رجال الشرطة الطلب المعتاد واللي هم انه ياخدوا منه عينة دي ان ايه وبيحكيوا له انه احنا رح ناخد منك هاي العينة حتى نستبعدك كمشتبه فيه، ما بيكون عنده مانع. لكن اللي بصير انه بعد ما يعطيهم عينة الدي ان ايه السريعة بيبدأ يغير بعض الأمور في قصته، زي مثلا انه بيحكي هو راح زارهم أو زار سام يوم الجمعة في الأفترنون ما بعد الظهر، وانه ممكن يكون الدي ان ايه الخاص فيه موجود في عدة أماكن زي الحمام مثلا لأنه هو استخدم الحمام. وبيسألوا سؤال مباشر، هل ممكن نحصل الدي ان ايه الخاص فيك على جولي؟ بيحكي لهم ابدا، ممكن تحصلوه داخل سيارة سام، غير هيك لا. بيبدو هون يلعبوا معه لعبة الشرطي السيء والشرطي الطيب او الشرير والطيب. احدهم بيدخل على غرفة التحقيق وبيحكي له انه انت ما رح تغادر المكان وانه انت مقبوض عليك في جريمة قتل او المساعدة في جريمة قتل الا اذا بتقدم لنا معلومات تساعدنا. بيحكي لهم انا رح اقدم اي معلومات، المهم انه يوم الجمعة انا حفل زفافي، اكون موجود في حفل الزفاف. واحنا بنحكي عن شخص ممثل بدا يعصب ويصرخ وانه انا ما الي علاقة، لكن هم ضغطوه بطريقة في النهاية بدا يغير في قصته وبيحكي فعلا انه انا رحت على شقته لسام وشفت الجثة، اذا كان هالشي هو اللي بدكم اياه بيحكوا له احنا في النهاية بدنا الحقيقة. المحققين بيبدوا يكذبوا على الشخص واللي هو دانيال وبيفاجئوه بمعلومة انه الدي ان ايه الخاص فيك موجود على جسم هاي البنت واللي هي جولي، كيف وصل الدي ان ايه الخاص فيك عندها؟ بيحكي لهم انه انا كنت قريب من الجثة، عطول بيواجهوه بمعلومة واللي هي انه الدي ان ايه ما بيسقط سقوط على الاجسام، اكيد انت لمستها او كنت على تواصل معها لهيك الدي ان ايه الخاص فيك موجود عليها. وبالمناسبة أصلا ما كانت نتائج الدي ان ايه واصلة، أحيانا بدها أسبوع حتى توصل، لكن هاي البروسيجر مسموح لهم في التحقيق إنهم يكذبوا حتى ياخدوا معلومات من الشخص المشتبه فيه. وفعلا هنا بيبدأ الشخص ينهار ويعترف بتفاصيل أو يغير بالقصة بطريقة بالنسبة للمحققين كانت مثيرة للشك. في مرة من المرات بيحكي لهم انه كانت مصابة بطلقتين في رأسها، والغريب هنا انه هاي البنت لها شعر وشعرها طويل، صعب انك تحدد كم عدد الطلقات في الرأس. صحيح هو بيدعي انه صديقه سام اللي حكى له انه اطلقت الرصاص عليها مرتين، لكن شكوك المحققين بتكون في محلها لانه واضح من طريقة كلامه انه هو بيكذب. وبعد هالضغط الشديد اللي بيتعرض له بيطلب انه يتوقف التحقيق ويروح على غرفة الحجز لانه حاليا هو مقبوض عليه، وفعلا بيروح على غرفته. بيبدأ يتصل تليفون مع صديقته وخطيبته واللي هي ريتشل، وواضح انه هي بتحاول تاخد منه بعض المعلومات لانه صار تعاون سريع بينها وبين رجال الشرطة. بتحكي له شو اللي عملته، بجاوبها انه انا الشيء الوحيد اللي عملته إني ساعدته يتخلص من بعض الأمور وبعض الدراجز أو المخدرات. ومن خلال المكالمة بتخبره صديقته أو خطيبته ريتشل إنه هم في مرحلة يلغوا حفل الزفاف، والدتها بتجهز لإلغاء حفل الزفاف، لقوا كمان إنه أخوه تم عنده بعض المعلومات اللي رح يقدمها لرجال الشرطة والأدلة واللي ممكن تكون خطيرة. ردت فعله عطول بيحكي إنه أنا خلاص يعني انحكم علي. بتحكي له إنه إذا أنت بتعرف إنه تم عنده بعض الأدلة؟ بيحكي لها نعم، وبتبدأ هي خلاص تهدده إنها رح تتواصل مع رجال الشرطة، وهو يتوسل إلها إنه بليز لا لا لا. وبالمناسبة أصلا قبل هاي المكالمة هي بتم القبض عليها والتحقيق معها وبيخيروها رجال الشرطة، طبعا بتخرج بالكفالة، بيخيروها بين الاعتراف بكافة التفاصيل ومساعدتنا أو أنه أنت ممكن تكوني مشاركة في جريمة القتل. في نفس المكالمة اللي حكتها معه بيتوسل إلها أنه لا تخبري رجال الشرطة، أنا رح أعترف لهم وأنت عارفة اللي صار وأنت عارفة أنه أنا عملت شيء سيء، وفي النهاية أنا رح أعترف بها شيء سيء، لكن أنت لا تتصرفي. بعد هالمكالمة مع خطيبته على طول بيرجع وبيطلب أنه يكمل التحقيق.
هون بيبدأ يحكي أشياء ما ممكن تخطر على بالكم، بيحكي لهم أنا مجنون وأنا فعلتها، شو هي اللي فعلتها؟ بيحكي لهم أنا قتلت جولي وقتلت سام أيضا، تخيلوا. بيحكي لهم أنه أنا قتلت سام أولا، والهدف الأساسي من كل جرائم القتل هاي طبعا هو نفذ جريمتين، اللي هو أني أخذ الفلوس. أول شيء بلشت بسام، قطعت رأسه وهو موجود حاليا في قاعدة عسكرية في المسرح الموجود في هاي القاعدة. خليني أحكي لكم كيف نفذ الجريمة. بيطلب من سام واللي هو صديقه أنه يساعده في نقل بعض الصناديق الموجودة في المسرح داخل هالقاعدة العسكرية، وأول ما يلف وجهه بيحمل مسدس وبيطلق على صديقه النار على منطقة الرأس، وبتكون ردة فعل صديقه سام أنه أنا أصبت برصاصة وبحاجة لمساعدة. هو ما بتوقع أنه صديقه اللي بيطلق عليه الرصاص، هون بيرجع وبيطلق عليه رصاصة أخرى. وبعد ما يقتل صديقه، تخيلوا، بيروح على المسرح وبيتصرف بشكل عادي جدا، بيضحك، بيرقص، بيغني، بيشرب، بيمثل ولا كأنه في شيء. وخلال هاي الفترة بيكون يجهز لقتل جولي، بيبدأ يبعث لها مسجات من التليفون الخاص بسام ويستدرجها للشقة، وفعلا بتوصل للشقة بيقتلها. أكيد هو الهدف من قتل جولي أنه يظهر أنه سام القاتل وأنه سام قتلها وهرب واختفى. بعد هيك يوم السبت بيصحى، بيروح على المسرح الموجود في القاعدة، بيقطع صديقه، بياخد الرأس والإيدين، بيرميهم في واحد من المنتزهات وبيروح يكمل لأنه عنده مسرحية. وفي صور إله أو فيديوهات بيضحك مع أصدقائه وبيتصرف بطريقة طبيعية جدا. هلا شو الهدف من كل هالعمليات؟ الهدف هو مبلغ $60,000 للأسف. هلا صديقه سام بيكون خبره انه انا حصلت مبلغ $60,000 من الجيش الامريكي، على طول بفكر دانيال انه ياخذ هالمبلغ حتى يصرف على الرحلة اللي كان مخطط لها، رحلة ملوكية على منطقة الكاريبي، وبتعرف يدفع يعني تكاليف حفل الزفاف. كان هدفه انه يقتل جولي ويقتل سام، ياخذ المبلغ من خلال بطاقات البنك. ما بعرف، يمكن عمله في التمثيل اثر على طريقه تفكيره وفكر انه ممكن تمشي الامور بهاي السهوله. دانيال كان شخصيه غريبه جدا، ما بعرف كيف كان يفكر. بدل ما يتخلص مثلا من حقيبه معينه كان فيها مجموعه كبيره من الادله اللي ممكن تدينه في البحر او في مكان، بالعاده المجرمين بيتخلصوا بهالطريقة، لا هو بيرمي هاي الحقيبة من فوق السياج في مكان أو منزل والده ووالدته. رجال الشرطة بيحصلوا داخله سلاح الجريمة، كريدت كارت، جوازات، كلها أكيد تتعلق بسام، وخلاص الأدلة جاهزة لإدانته. الموضوع ما بياخد من رجال الشرطة أكثر من أسبوع فقط حتى يكشفوا تفاصيل هاي الجريمة، وفي النهاية بتبدأ محاكماته. وحتى هيئة المحلفين ما بياخدوا أكثر من ساعة حتى يجدوا مذنب بجريمتي قتل، وبيطلبوا حكم الإعدام أكيد. وفعلا القاضي بيصدر عليه حكم الإعدام بشهر سبتمبر من العام 2016، هو ما زال موجود حاليا داخل السجن في انتظار حكم الإعدام. وقبل ما أنهي قصتي، مجموعة من الملاحظات البسيطة. أول شيء، الجريمة صارت بتاريخ 21 مايو من العام 2010، لكن المحاكمة صارت في العام 2016. ملاحظة ثانية تتعلق بالصديقة، هي تم القبض عليها في العام 2012، وجهت إلها عدة تهم تتعلق بتضليل العدالة والكذب على رجال الشرطة، وفي النهاية وجدت مذنبة وحكم عليها بالسجن لمدة 44 شهر. هالحكي تقريبا كان في العام 2018، وفي العام 2019 تم إطلاق سراحها. وكانت هاي نهاية قصتي لليوم، بتمنى تكون عجبتكم. ياريت لو عجبتكم تدعموني باللايك والاشتراك في القناة، وإلى اللقاء في فيديو قادم.